طيب اهلا بحضراتكم مره تانيه وبرنامجكم التاسع. طيب احنا يمكن بما ان احنا بقى موجودين هنا والمؤتمر الاقتصادي فاحنا مش هينفع نتكلم على هذا المؤتمر من غير ما نرحب اولا بدكتور جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازاي صح حظنا حلو بقى ان احنا تقابلنا، يعني كنا من يومين على التليفون، وده هيخليني بقى هنا الاول هبدا بالسؤال اللي بيساله المواطن العادي بعد ما الناس تابعت وقائع المؤتمر امبارح والنهارده. يا جماعة انتوا عايزين ايه من المؤتمر؟ وانا كمواطن هيفرق معايا في ايه؟ انا كمواطن هيفرق معايا ان انا اعرف الفترة القادمة ايه الاجراءات اللي الدولة ممكن تكون بتتخذها او خارطة الطريق اللي الدولة هتمشي فيها علشان تواجه التحديات اللي موجودة عالميا. التحديات اللي موجودة عالميا عندنا ارتفاع في اسعار الطاقة، عندنا ارتفاع في اسعار خدمات عوامل الانتاج، عندنا ارتفاع في اسعار السلع عالميا، وبالتالي ده بيحط عبء على المواطنين في العالم كله مش بس في مصر، وبنلاقي انه في ارتفاع في السلع اللي احنا بنشتريها والخدمات. ده بيخلي عبء على المواطن نفسه ان هو حاسس انه دخله مش بيمكنه انه يشتري نفس السلع والخدمات اللي كان بيشتريها. احنا في المؤتمر بنتكلم في خارطة الطريق، بنقول فيها الخطوات القادمة علشان نقدر ان احنا نجابه الموجة التضخمية اللي موجودة في العالم، علشان نقدر احنا نوسع عملية الانتاج وعملية التصنيع، وبالتالي يبقى في عندنا معروض من السلع والخدمات كتير، فنقدر ان احنا نواجه التضخم ده وتبتدي شوية بشوية الاسعار تهدى، فيبقى دخلنا على قد السلع والخدمات اللي احنا بنشتريها، ما نبقاش مواجهين بالتضخم اللي موجود. ده بمنتهى البساطة بالنسبة للمواطن. ده كلام رائع جدا. هيجي السؤال اللي دايما برضو بيطرح، يعني هو المؤتمر الاقتصادي هيطلع بتوصيات وما الى ذلك، يعني التوصيات دي هتنفذوها انتوا الحكومة، هتنفذوا التوصيات ولا هتتحط في الدرج؟ لا، هو هتطلع بتوصيات، والتوصيات ان شاء الله هيتم تنفيذها، وهيكون في آلية لمتابعة هذه التوصيات وعملية التنفيذ بتاعتها علشان نقدر يكون في يعني خطوات في الأجل القصير وخطوات في الأجل الطويل. فعشان نوصل للأجل الطويل لازم نكون عملنا الخطوات العاجلة اللي في الأجل القصير نقدر نوصل بها بعد كده لمستهدفاتنا في الأجل الطويل، وفي آلية ان شاء الله للحوكمة ولمتابعة هذه التوصيات.